السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزملاء والزميلات الكرام، يسعدني أن أكون معكم مجددا في محاضرة جديدة في سلسلة All About Bonding in Dentistry. الحقيقة أنه كنت أنوي أن تكون هذه المحاضرة هي الجزء الأخير من سلسلة All About Bonding، بحيث أتكلم عن الجيل السادس والسابع والثامن واليونيفرسال بوند، لكن الحقيقة كمية المعلومات اللي حابب أنه أطرحها من خلال موضوع اليونيفرسال بوند، شعرت أن المحاضرة كانت رح تكون طويلة شوي. فبناء عليه هتكون محاضرة اليوم بإذن الله تتعلق بالجزء السادس والسابع والثامن، ونترك الحديث عن اليونيفرسال بوند إن شاء الله للأسبوع القادم، هتكون الجزء الأخير من هي السلسلة. خلونا نبدأ. بعد أن تكلمنا في المحاضرة السابقة عن الأجيال الثلاثة الأولى ثم الجيل الرابع والخامس اللي كانوا ينتموا لتقنية التوتال إيتش في الإيتشين والويت بوندينج بالنسبة للأدهيزي في استراتيجي، اليوم نتكلم إن شاء الله عن الجيل السادس والسابع والثامن مع ظهور تقنية السيلف إيتش والسيلكتيف إيتش. بداية أتمنى في حال كان عم يعجبكم المحتوى اللي عم قدمه تضغطوا زر اللايك وأيضا ترك تعليق في التعليقات، لأنه هذا بيساهم بظهور الفيديو بشكل أفضل وتعميم المحاضرة على أكبر قدر من الزملاء لتعمل فائدة. يمكنكم أيضا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. فإذا نبدأ الحديث عن الجيل السادس من أجيال بوند، وهذا الجيل كان يرمز له بالـ NRC Non-Rinse Conditioning، لأنه مع هذا الجيل بدأت فكرة السيلف إيتش، بمعنى أنه نحن ما عاد في داعي لأنه نعمل الإيتشين كخطوة منفصلة. تم دمج الإيتشين مع البرايمر في عبوة رقم واحد، واستمر الأدهيزيف في كونه لوحده في العبوة اثنين. أيضا كان يرمز إله بالسيب SEB، ونعني بها السيلف إيتش برايمر، اعتبار أنه العبوة واحد كانت عبارة عن برايمر وإيتش هند بنفس الوقت. طبعا هذا الجيل ظهر تقريبا بعام بالعقد من 1990 ل 2000، واعتبر في حينها نقلة تقنية كبيرة على مستوى البوند، مثل ما قلت لأنه ظهرت معه فكرة السيلف إيتش وبالتالي إلغاء الإيتش كخطوة منفصلة. طبعا بهاي الفترة كان التركيز الأكبر هو التفكير على التخلص من موضوع التخريش والغسيل بعد التخريش كخطوة منفصلة، والهدف هو التخلص من موضوع التجفيف مع الحفاظ على رطوبة العاش، لأنه شفنا مع توتال إيتش كان موضوع الويت بوندينج مو من السهل تحقيقه بالشكل الكافي والمثالي، وبالتالي مع هذا الجيل ما عاد ترطيب العاج هاجس، صار الأساس المائي للبوند هو اللي بيعطيني ترطيب للسطح، بيقلل إجهاد السطح وتوتره وبيساعد على الارتباط بشكل أفضل. طبعا مع هاي النقلة اللي حصلت بدمج البرايمر مع الإيتش حصل ارتباط كافي مع الدنتين، لكن صار الارتباط مع الإنامل ضعيف، وخاصة البرانس الأولى من السيكس جينيريشن كانت تعاني من تسرب حفافي. من هون ظهرت فكرة السيلكتيف إيتشينج، إنه نحن نعمل إيتشينج على الإنامل لوحده بحيث نحقق البورز المطلوبة، وندعمه بعدين بالبرايمر اللي فيه الإيتشينج اللي بيحقق تعزيز الإيتشينج للإنامل والإيتشينج للدنتين. طبعا بس كان دائما يعني هناك توصيات بالحذر من عدم تخريش العاج، من عدم جعل الفوسفوريك أسيد بالسيلكتيف إيتشينج يلمس العاج لحتى ما يحصل بورز بعمق كبير ما بيستطيع البرايمر دخول لها. فإذا مع هذا النوع من الجينيريشنز كان الارتباط تقريبا وصل 18 إلى 25 ميجا باسكال، فهو أقل بتقريبا 25% قياسا أو مقارنة مع الجيل الرابع والخامس. طبعا السيكس جينيريشن بدنا نميز له نوعين، نوع مثل ما قلنا مخرش برايم خفيف بيكون بعبوة واحدة والعبوة الثانية أدهيزيف، مثل الكليرفيل SE مثل الزينو 3، أو أنه المخرش والبرايم والبوند بيمزجوا من ثم بيطبقوا على السن. طبعا من أشهر الأنواع على السيكس جينيريشن عن أدبر برومت لإلبوب من 3M، وبيتميز بأنه طبعا هذا نظام مزج وبعدين تطبيق،
بيتميز بأنه رقيق، وبالتالي بيتيح اندخال عميق ضمن البورز. أيضا عندنا الزينو 3 من شركة دينسبلاي، عندنا أيضا ال 1 أب بوند إف بلس من شركة توكوياما، هذا عبارة عن مزج كمان، بعد ما نمزجه بيتطبق لمدة 10 ثواني ومن ثم بنعمل لايت كيور. طبعا كان في ميزة انه هو كلر كودينج، يعني تغير اللون بيعطينا فكرة عن انه حصل الكيورينج، وهذا امر مهم جدا خاصة بالحفر العميقة. عندنا ايضا الكلير فيل اس اي بوند من شركة كوراراي، ايضا الادهيز مثل ما احنا شايفين من شركة ايفو كلار. طبعا لما نشوف البوتل او لما نشوف الديسبنسر المرفق في له مكانين، معناها هذا بنوعية تطبيق البرايمر لوحده وإيتشينج وتطبيق الأدهيز لحاله. لما نشوف انه هن عبارة عن ديسبنسر واحد، معناتها هي عبارة عن مزج وتطبيق. اخر شيء عندنا كمان مثال على هذا النوع من الاجيال، الاف ال بوند 2 من شركة شوفو. بالنسبة للجيل السابع، بعد النقلة الكبيرة اللي حصلت في النمط الثاني من الجيل السادس اللي قلنا نحن صار في عندنا تطبيق واحد للثلاثي مخرج برايمر بوند لكن عن طريق مزجها، ظهرت المحاولات لحتى نحن نعمل فعلا التطبيق واحد لكل خطوات البوند بأنه نمزج الإيتشانت والبرايمر والبوند أو الأدهيزيف بعبوة واحدة ومن دون الحاجة لمزج، باعتبار أنه المزج كان يؤدي لبعض العيوب، ممكن مزج غير كافي، ممكن يكون في بعض الفقاعات. فظهر في مطلع 2000 7 جينيريشن، وظهر بما يدعى One Bottle System لأنه كان بيعتمد على أنه هو One Bottle تحوي كل مكونات الخطوات الثلاثة إلى البوند. ومثل ما قلنا صار في مع هذا الجيل التغت أخطاء عدم المزج الكافي اللي ظهرت مع النمط الثاني أو النوع الثاني من الجيل السادس. بس الحقيقة ظهر تحدي جديد، هو عمل بوند بقوة ارتباط كافية وقوية. طبعا السولفنت كان مع هذا النوع من البوند هو مائي، طبعا بعض الشركات عملت سولفنت إيثانول ماء بحيث ناخد فوائد الاثنين، وكان الهدف من الأساس المائي هو تحقيق ترطيب العاج المطلوب، لأنه مع هذا النوع للجيل نحن ما بنعمل إيتشينج على مستوى الدنتين كخطوة منفصلة، ولا بنغسل ولا بنعمل ترطيب للعاج، فكان مطلوب أنه يحصل تجفاف كامل، وبالتالي كنا بحاجة لترطيب السطح العاج لحتى نحصل على اندخال البرايمر واندخال الأدهيزيف. طبعا الأساس المائي هذا اللي موجود في البوند عرضه لما يدعى بالتآكل المائي الهيدروليزيز، وبالتالي تخرب كيميائي على مستوى البوند بعد فترة. وكمان باعتبار انه هو بطبيعة الحال هيدروفيليك، الأدهيزيف محطوط مع البرايمر اللي هو هيدروفيليك، فكان جعله معرض لامتصاص الماء، وبالتالي تقليل إمكانية ارتشاحه في الدنتين، وبالتالي عمل voids في طبقة الهجينة. قوة الارتباط كانت مع هذا generation 18 كمان ل 25 ميجا باسكال، وبالتالي فينا نقول انه لا زلنا اقل من التوتال اتش كقوه ارتباط. من الامثله على ال7 جينيريشن عندنا البوند فورس من توكوياما. الشركه طبعا تدعي بانه نحن حكينا انه تطوير بوند بعبوه واحده بيحتاج انه نعمل طبقه لاصقه مقاومه للماء بشده تحت اي ظروف، وبنفس الوقت يكون ارتباطها قوي مع الدنتين اللي فيه رطوبه. لتطوير هالشيء توكوياما اقترحت تقنيه اللي هي عام 2007 اللي هي 3D SR، وتعني الـ 3D Self Reinforcing، وتعني أن مونومير اللاصق نفسه بيحقق لي ثلاث أشياء، ثلاث نقاط. أول شيء بيحقق عدة نقاط للتداخل مع الدنتين، وبيحقق Cross Linking Reactions ثلاثية الأبعاد مع الكالسيوم أيونز الموجودة في الدنتين، وأيضا بيعمل Cross Linking بوليمريزيشن على مستوى البوليمريزيشن نفسه ثلاثي الأبعاد. وبالتالي شركة بتدعي بأنه بهذا الشكل صار عندها طبقة لاصق غير منحلة ما بتتأثر بالهيدروليزز اللي حكينا عنه مع 7 جنريشن، وتتفاعل بشكل ممتاز مع الكالسيوم أيونز الموجودة في الدنتين. أيضا من الأمثلة الموجودة على 7 جنريشن
عنا التيتريك ان بوند من ايفوكلار. الشركة أضافت النانو فيلرز لهذا البوند مما أعطانا تماسك وقوة للطبقة للهايبريد زون، وقلت الهايبر سنسيتيفيتي كتير أو انعدمت تقريبا مع البوند. عندنا أيضا السكوتش بوند من يونيفرسال، سكوتش بوند يونيفرسال من 3M، يلي الحقيقة يكاد يحقق متطلبات كل المتطلبات المثالية ممكن تواجد في البوند. يمكن ينقصه فقط أنه هو مش ما بيشتغل مع دول كيور سيمنز، محتاج أكتيفيتر. وحتى هي المشكلة حلتها الشركة أنه هي عملت بوند السكوتش بوند هذا بيتوافق مع السيمنت الخاص بالـ 3M من دون أكتيفيتر. طبعا تدعي الشركة أنه هذا البوند بيتوافق مع السيلف إيتش تكنيك، مع التوتال إيتش تكنيك، بأنه ما في حساسية بعده، بيشتغل على البوند، بيشتغل عفوا على الدراي بوندينج، بيشتغل مع الويت بوندينج، وقوة الارتباط معه كانت عالية على مستوى السطوح كلها، سواء توث ستراكشر دينتين إنامل أو سواء زيركونيا أو معدن، وحتى تدعي أنه ممكن مع الجلاس سيراميك بدون الحاجة لبرايمر. طبعا رح أحكي عن هذا الموضوع لاحقا لما أحكي عن يونيفرسال بوند بشكل مستقل. عندنا أيضا الكلير فيل من كوراراي يلي قدمت لنا بوند محرر للفلورايد، وكانت رائدة، كانت أول شركة الكوراراي اللي دخلت الـ MDB داخل البوند. والـ MDB هو نحن بنعرف برايمر للزيركون ريستوريشن، فصار ما عاد في داعي مثل ما تقول الشركة لأنه نعمل برايمر مع الزيركونيا ريستوريشنز. أيضا الشركة تدعي أنه ما في داعي للانتظار حتى العشرين ثانية لأنه المونومير سريع الارتشاح، من هون إجت كلمة كويك، وبالتالي تقليل حساسية تطبيق البوند بالانتظار 20 ثانية للتبخير المذيب. أيضا تدعي مثل ما حكينا عن سكوتش بوند أنها تصلح لكل أنواع الترميمات. أيضا عندنا الجلوما من كولزر اللي هي السلف إيج، أيضا تصلح لجميع الترميمات سواء الدايركت الاندايركت ريستوريشنز مع التويست ستراكشر، لكنها حصرا تشتغل مع اللايت كيور سيمنت. قدمت جلوما أيضا يونيفرسال بوند يصلح للجميع بدون برايمر عدا الجلاس سيراميك. عندنا أيضا الجي بوند والجي أنيال بوند من شركة جي سي اللي بيحقق لي ارتباط ممتاز عالي جدا مع الكومبوزيت ريستوريشن. طبعا الجي بوند مطور عن الجي أنيال بوند بأنه متوافق مع أي تقنية في التخريج سواء سيلف إيتش أو توتال إيتش، وانه بيجي معه انتي باكتيريال، بيجي معه مضاد للسنسيتيفيتي، وفي برايمر، وبتدعي الشركه انه استقرار عالي للماده وحتى ممكن حفظها خارج الثلاجه. فاذا ملخص الاجيال اللي درسناها مثل ما حكينا، الجيل الاول كان في خطوتين، كان فقط في ايتشينج على مستوى الانامل، ما كان في مطروح ايتشينج للدينتين، وبالتالي ما كان في برايمر، فقط ايتش وادهيزيف. بالسيكند جينيريشن ايضا نفس الشيء، كان عندنا ايتش للانامل وادهيزيف. بالثيرد جينيريشن احنا بدأت فكرة تعديل طبقة البطاقة، فكان في عندي H للإنامل وكان في أبلاي للبرايمر وللبوندينج إيجنت على عن طريق 3 خطوات. بالجيل الرابع صار عندي التوتال H تكنيك، الكلاسيك تكنيك اللي بنعرفها H ومن ثم البرايمر ومن ثم الأديزيف. بعد هيك بالجيل الخامس صار H لحاله بخطوة والبرايمر والبوند بخطوة منفصلة تانية. وبالسيكس جينيريشن مثل ما حكينا صار في عندي نوعين. النوع الأول كان أنه الإيتشينج والبرايمر بيتطبقوا لوحدهم، والخطوة الثانية بيتطبق الأدهيزيف. وبعد هيك ظهر النوع الثاني اللي هو أن عبوة الأدهيزيف وعبوة البرايمر والإيتشينج بيتم مزجهم وتطبيقهم على السن بتطبيق واحد. بعد هيك ظهر الجيل السابع اللي هو حقق أنه دمج الخطوات الثلاثة كلها بعبوة واحدة. طيب الجيل الثامن، وطبعا الجيل الثامن من الصعب العثور على تعريف واضح ومحدد للجيل الثامن. نحن فينا نقول انه بعام 2010 شركة فوكو اطلقت الفوتشورا بوند دي سي اللي ممكن نعتبره مثال واضح وفريد على الجيل الثامن كمتطلبات للجيل الثامن، بمعنى انه هو يونيفرسال بوند وبيشتغل على اللايت والديوال كيور وبيشتغل مع سيلف ايتش وتوتال ايتش تكنيك، ويصلح حتى للإندايركت ريستوريشنز كمواصفات عامة، وأيضا يحوي على النانو فيلرز.
طبعا شركة فوكو وضعت الفيلر بحجم 12 نانومتر، فهذا كان حجم صغير أدى لزيادة اختراق الريزين مونوميرز ولا زيادة سخانة الهايبريد لاير. أيضا النانو فيلر حسنت لي من قوة الارتباط، وأيضا حسنت من قدرة البوند على امتصاص الجهود وعدم اهترائه، وأيضا على تحسين الشيلف لايف له. تدعي طبعا الفوتشورا بوند دي سي انه هي عملت بوند بقوه ارتباط 30 ميجا باسكال، فهي قوه تعتبر الاعلى من بين جميع الاجيال. والميزه الاهم هي انه حققت لي امر ما كان موجود مع الاجيال السابقه، هو انه هي تلتصق مع اللايت كيور سيمنت ومع الدول كيور سيمنت، وهذا الامر كان متعذر قبل. ايضا التصلب يبدا ضوئيا ويتابع كدول كيور، بالتالي صار في عندنا ضمان لانه يحصل تسلل بالبوند خاصه بالنسبه للكانلز بالنسبه للفايبر بوست. من الامثله على هذا الجيل مثل ما حكينا الفوتشورا بوند دي سي كان الرائد. وهناك ايضا بعض الانواع الاخرى مثل الجي بريميو بوند، مثل الادهيزيف وان من ايفوكلار، مثل الزينوفور من دين سبلاي. عندنا ايضا اول بوند يونيفرسال من شركه بيسكو، بوند ممتاز كونه درجه حموضه منخفضه وايضا رقيق جدا، يتيح اندخال المونوميرز بشكل ممتاز داخل التاجز. عندنا تيتريك بوند، تيتريك اون بوند يونيفرسال، وعندنا ايضا اليونيفرسال بوند من توكوياما. هيك بتكون انتهت المحاضره، بتشكر اصغائكم استماعكم، بتمنى مره مجددا انه ساعدونا بانتشار الفيديو من خلال الاشتراك أو المشاركة أو اللايك أو التعليق. نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم مع معلومات إن شاء الله ونصائح تتعلق باليونيفرسال بوند، البوند اللي هو الأكثر شيوعا من حيث الاستخدام في الكلينيكس، وأطرح بعض التركات الجديدة اللي إن شاء الله تكون مفيدة للجميع. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.